محيطات عين صالح وعلى شساعتها وخصبة تربتها أثبتت الفلاحة بها كثافة المنتوج وتنوعه، فجعل التوسع في الاستصلاح لمساحة جديدة لزراعة القمح الصلب هنا في فقر تزواء غاية اقتصادية صرفة توفرت لها الشروط، مثل ما توفرت لزراعة الذرة التي تجرب لأول مرة من 4 مستثمرين، هذا واحد منهم. درنا هالتجربة هذه اللي وفرت المنتوج والمحاصيل، هي خطرة، هي من المحاصيل الكبرى. الدولة رافقتنا، أعطتنا الأسمدة، أعطتنا البودور، شرينا على روحنا نحن لها، لكن الأسمدة أعطتها لنا الدولة، فيها الدعم التقوي، فيها البير مجهز. دوكا رانا نديروا عملية زرع موسم 2018-2019، موسم تاع الحبوب، نزرع الحبوب كما راك تشوف معايا التراكتور ومع الماشينه كومبيني تاع الزريعه، رانا نزرعوا معايا ان شاء الله نستنوا في مردود مليح. تجربه ناجحه لهذا الشاب اللي جا من خارج المنطقه، ولقاء مرافقه الاداره من خلال تجنيد الموارد المائيه وكهرباء المحيطات والاقتناء الاسمده والبذور والدعم الطاقه. مسعى السلطات بلوغ مساحة 700 هكتار من زراعة الحبوب والذرة، ناهيك عن المساحات الهائلة للخضروات والتمور، فيما يبقى الانشغال في تحريك ما لم يكتب لأصحاب عديد المشاريع الانطلاق في تنفيذها بسبب التعطل في مشروع 150 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء. هاو الكمثال واضح، البيفو راه واقف، رانا في عام اتريسيتي ما كانش. هناك بعض المقاولات التي استلمت الامر بتنفيذ الاشغال بالنسبه لصنع الغاز في حصتين، الحصه الاولى قوامها 40 كيلومتر ما يسمى بالضغط المنخفض لو بي تي اون بي تي بلوتو، وعندنا الحصه الثانيه 20 كيلومتر لام تي اللي هي لا موين طونسيون اللي تهم لفوراج. يبقى الانشغال، أين الخلل؟ هل فيما يعرف بالبيروقراطية القاتلة للمشاريع أم في أمور أخرى والتي عرقلت إلى اليوم العديد من مثل هذه المشاريع الفلاحية الطموحة؟